نتكلم دلوقتي بقى على طريقة الاكوزيشن بتاع الصورة. اوكي، في عندنا كذا نوع من انواع البالس سيكونسز. احنا شفنا لغايه دلوقتي ان احنا بنبعد 90 درجه، 90 درجه دي بتحول الماجنتايزيشن كله في اتجاه الاكس واي، او في الترانسفيرس بلين، يعني اللي هو الاكس واي دايركشن، ممكن تحولها للاكس او ممكن تحولها للواي مش هتفرق. في الاخر بنحصل من كده على سيجنال واللي كنا سميناها الاف اي دي، وبعد كده بنبني بيها بعد كده ايه الصوره اللي فيها الكونتراست اللي احنا عايزينه. طب احنا دلوقتي هل هي بس هي الطريقه الوحيده اللي نقدر ناكواير بيها سيجنال؟ الحقيقه لا، في كذا نوع من انواع السيكونسز ممكن نستعمله. احنا عامه ممكن نتكلم على في حاجه اسمها ساتوريشن بالس اللي هي 90 ديجريز، ممكن حاجه نسميها 180 درجه بالس او انفرجن بالس، بيبقى حاجه بالشكل ده برسم لها رسمه بالشكل ده، او ممكن يبقى في عندنا حاجه اسمها بارشل فليب، بيبقى عندنا انجل ثيتا بقى اقل من 90 درجه. اوكي، ففي عندنا ثلاث حاجات ممكن نستعملهم عشان ناكواير بيهم سيجنالز. اوكي، بعد ما ناكواير السيجنالز دي، او بعد ما نحط السيجنالز دي بقى، دي مختلفه عن هنعمل ايه بعد كده، نحط تي ار بكام وتي اي بكام علشان ايه، عشان نصور بعد كده السيجنال جاي لنا من دول. طبعا 90 درجه والالفا ديجريز هيبقى ليهم كومبوننت على الاكس واي بلين، فهنقدر نصور بيهم. ال 180 ديجريز دي هل هتطلع لنا سيجنال؟ اكشوالي مش هتطلع لنا سيجنال في الاكس واي بلين، او مش هتطلع لنا كومبوننت في الاكس واي بلين، فمش هنقدر نصور بيها هي مباشره، بس بنصور بيها ان كومبينيشن مع حاجات ثانيه. اوكي، بس نبقى عارفين لما نتكلم على ساتوريشن بالس بنتكلم على 90 درجه، لما نتكلم على انفرجن بالس بنتكلم على 180 درجه، لما نتكلم على بارشل ساتوريشن بنتكلم على سيجنال، او بنتكلم على فليب انجل اقل من 90 درجه.